ولكن خلينا نشوف كده دلوقتي قبل ما نطلع فاصل تقرير عن مشوار النادي الأهلي في الموسم ده في النسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا. خاض الأهلي طريقا طويلا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري 2020، إذ وصلت الرحلة إلى محطة المواجهة في المباراة النهائية بعد تجاوزه جميع المراحل السابقة. وخاض المارد الأحمر 12 مباراة، حقق الفوز في 8 منها وتعادل في 3 مواجهات، ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة، حيث سجل 29 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف. وبدأ الأهلي مشواره بالنسخة الحالية حينما لعب الدور التمهيدي للبطولة أمام فريق إطلع برا الجنوب سوداني ذهابا وإيابا على ملعب استاد برج العرب بطلب من الفريق الضيف، إذ فاز الأحمر ذهابا 9 أهداف نظيفة وإيابا 4 أهداف. وواصل الأهلي مشوار الانتصارات في الدور الثاني، حيث واجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وفاز ذهابا 2 نظيفين وإيابا 4 أهداف نظيفة، حاجزا مقعده في دور المجموعات والذي واجه فيه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم الزيمبابوي. ولعب الأهلي 6 مباريات في دور المجموعات للبطولة ضمن المجموعة الثانية، وسجل الأهلي في دور المجموعات 3 انتصارات جميعها على ملعبه وتعادلين خارج ملعبه أمام بلاتينم والهلال، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة أمام النجم الساحلي على ملعب الأخير في مباراة شهدت لغطا تحكيميا بسبب طرد أيمن أشرف، ليصعد الأهلي بعد أن جمع 11 نقطة في المركز الثاني بعد أن أحرز 7 أهداف ولم تتلقى شباكه سوى 4 أهداف فقط. واجه الأهلي فريق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وصعد في النهاية على حسابه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، إذ فاز ذهابا 2 نظيفين وتعادل على ملعب سان داونز إيابا 1 لكل منهما. وواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي وصعد على حساب الفريق البيضاوي بنتيجة 5-1، حيث فاز أبناء الجزيرة بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ذهابا وبنتيجة 3-1 على استاد القاهرة إيابا، ليصعد للمباراة النهائية التي تقربه من حلم الأميرة الإفريقية.